عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم علي الجودة من قناة فيش جديد، واليوم بإذن الله عندنا رحلة غوص ولفوح شوي مع جروب. اليوم راح اسويكم وياهم على السريع. ويانا اليوم جروب الغوص ابو حسن، ما راح اعرفكم عنه، هاي بس حطوا له امر وما بتشوفونه في البحر. واحنا اليوم بضيافة ابو محمد، حياكم الله. الله يحييك. طبعا طلعنا وياه رحلة جيجنج، وشنو بعد غوص لنا مرة؟ اي والله. والعم ابراهيم الجودر. طبعا اليوم الاجواء شوي مويات خفيفه من عقب الهواء، ان شاء الله نسال الله ان نتوافق بصيد زين. طبعا اترككم في مره تكون زر الاشتراك والزر اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. تتوقع ابو محمد؟ والله على سنة واحد شيء يعني راهي راهي ان شاء الله. هاي جواب زين. سهلة وكم كيلو ذي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرزقنا ان شاء الله هالطيب. على ورا ها ابو حسن. ما شاء الله. طبعا حاسب ما اعمل اغراض، ما اقدر اصور. اكشن اكشن يا جماعه. ايه على الليدر. وحسن رجلك يا مستكر. تعال 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 عسى لا طق الليدر. ها ضعيف. ما عليك.
كان شي مويه الريت كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هذه الثواني طبعا قاتل وياه لان الليدر ضعيف او قد ما نقدر انه ما نطقه بالمنتب ولا يحز. حاسب هذا ياكل خلي فوق عشان لندي يروح. ايه كافو نتبته ولا شلته؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله بركة الحمد لله رب العالمين. العمو شوف يدك سوا فيها اوف 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 شوفوا يدك ما شاء الله تبارك الله الرحمن يعطيكم العافية يعطيكم العافية. تيم شغل تيم سجل يا تاريخ سكنين بالفواح ها كابو احمد عشان القرعه تبين مالي تبي تسكن مالي الله تبارك الله. كم كيلو فيهم يا جماعه ذيلا؟ 12 تلوني يمكن فوق غير 12 يا 12 هذه تلوني يمكن 8 ها 8 و7 اخواني يعني يا بعض ها ما شاء الله. شو شلون بلع القفشة يا جماعة؟ يعني العادة شو اسمه؟ العادة يعني طق القفشة مبارع لكن شوف شلون ماكلها. كفو عليكم. يلا غطوا ما شاء الله تبارك الله. كفو أبو حسن. يح. حالات بالاثنين شايلهم يا بعض. وين؟ يمدي؟ لا تبي اسمه. ربع حاف وصل اخيرا ما شاء الله الله Thank you.
قويكم ان شاء الله صيدنا على السريع. هذا صيدنا الحمد لله. السكون هامور ولو نقول والعماد زين ما شاء الله. طبعا هذه ما شاء الله ثلاجة جيش كلها بالسبير فيشنج او مسدس الحمد لله حجم زينة يعني ما شاء الله. هذا محمد ان شاء الله زينة. هذا الخبر وذي البالون اليوم محمد عطنا تبع كاميرا سوينا الخبر ذي بس الناس يعرفونه لان هاي نصير كل وقت ما شاء الله شو شكله وطقيت لي انا ما ايه وصلتني انا ملوكم ما شاء الله منعقد مواره هاي لذيذة لذيذة شيء غريب يعني شيء يعني من الاخر احلى من الهامور احلى من الهامور عن تجربة لو البالون ذي صدناه وايد سمين بعد شوفوا شكله ايه باين عليه ايه مين عاد ها العماد لا ما في عليه العماد هذا ايه